سلام ومرحبا بكم معي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو التطبيق ديال هاد الرشمه هادي. كما كتشوفوا الرشمه هي هادي كما كتشوفوا الشكل ديالها. وبالنسبه على السلعه اللي غادي نخدمو بها هو ليستخاص رقم 8. بالنسبه انا غادي نخدمو بالذهبي ابي، غادي نخدم بالاستخاص رقم 8 وبالهرم جوج ديال الالوان والباك ستراس رقم 30. صافي هادي السلعه كلها غادي نحتاجوها هنايا. وبطبيعه الحال الجيلاتين حتى هو غادي نخدمو به. كنخدمو الكونتور بحال ديما، دائما كنعمرو الكونتور هو الاول وعاد كندخلو عاد كنعمرو الدخلالي ديالو باللوينات اللي حنايا محتاجينهم وفي اللون ديال الجلابه او القفطان اللي غادي نخدمو فيه. هكا كتجي الخدمه سهله وسريعه، دغيا دغيا كدوز، ما كتجيش صعيبه. الجيلاتين ضروري خصكم تكونوا كتثبتوه مع الجناب مع الرشمه فوق الطبله يعني اللي كتخدموا عليها، كتثبتوه مزيان باش ما كتحركش، كتخدموا مرتاحين ما كتعدموش معاه. صافي البنات، ملي كنساليو الكونتور كامل كنخدمو الهرم اللي هو هذا كما كتشوفوه، كنعمر الوسطاني بالذهبي والجنيبات اللي على برا غادي نعمرهم بالزرق.
صافي دابا نعمرها بالباك ستراس رقم 30 كما كتشوفوا بحال هو هذا القياس ديالو والشكل ديالو، يعني بقيت خدامه بالذهبي. صافي من بعد ملي كنساليها كنقطع لها جنيبات وديك الجيلاتين كامل اللي لداخل اللي في الوسط اللي مع الجنب كل شيء، يعني اي جيلاتين بحال هكذا كتجي فينيا واجده ناضيه.